الحلاوة والجمال على كل مشاهدي الصحة والجمال، معاكم داليا حسام وحلقة جديدة من حلاوة روح. النهاردة الحقيقة الحلقة هتكون مختلفة شوية وهتكون مهمة في نفس الوقت، مهمة بتهم ناس كتير قوي وخاصة الستات والناس اللي مقبلة على الزواج جديد والناس اللي حابة تجدد في بيتها. ليه؟ لأن موضوعنا النهاردة عن الديكور، وكمان في حاجة مختلفة شوية في حلقتنا النهاردة، وهي ان انا مشرفوني النهاردة زميلتي العزيزة الإعلامية مي حمدي. ازيك يا مي؟ اهلا بيك يا داليا. انا اللي مبسوطه جدا ان النهارده تكون اولى حلقاتي معاكي. بنتكلم عن موضوع انا شخصيا بحبه وبفضله جدا. يعني انا داليا من الشخصيات اللي بحب اخش المكان احس انه نسبه مريحه عيني، الالوان متناسقه مع بعض، الفرنيتشر، الاكسسوارز، اذا كانت ستاير، سجاد، اللعب بالاضاءه، الاسقف، ازاي اقدر اخش اشوف صورة حلوة وفي نفس الوقت تبقى مريحة وعملية للاستخدام. اعتقد النهاردة هنقدر نفيد عدد كبير من مشاهدين حلاوة روح مع ضيفنا النهاردة بإذن الله. مش انتي بس اللي مهتمة بالديكور وحابة الموضوع، انا كمان، ومش انا ومايو بس، اعتقد ان ناس كتير جدا هتكون بتتفرج علينا النهاردة وهتستفيد من الحلقة، بالاخص بقى البنات اللي مقبله على الزواج، اللي هي كل بنت بتبقى متخيله بيتها بشكل معين، رسمه صوره كده معينه للديكورات اللي هتعملها في بيتها والاثاث وغيره اللي هتختاره في بيتها. بس الحقيقه بقى هي لما بتيجي وقت التنفيذ ووقت الاختيارات والقرارات بتلاقي نفسها محتاره جدا، والموضوع حقيقي بيبقى محير وصعب، وبيبقى الصوره دي تكاد تكون بقت مشوشه، مش عارفه تختار ومش عارفه ترجع للصوره الاولانيه، لان هي كونتها من حاجات كتير قوي، كونتها من مسلسلات والتلفزيون، شافت حاجات معينه عجبتها، راحت بيت صاحبتها مثلا وشافت حاجه قالت انا ان شاء الله هعمل في بيتي كده، او من صور من الانترنت. لكن لما نيجي نعمل بقى الكولكشن ده كله مع بعضه بيبقى صعب التنفيذ. علشان كده بيجي بقى دور المتخصصين بيكون مهم جدا وبيكون ضروره مش حاجه مكمله. بنبقى محتاجين حد يدينا التيبس بقى او الخطوات اللي هنمشي عليها يساعدنا في الاختيارات. عشان كده عملنا الحلقه النهارده لكل الناس اللي مهتمه، للبنات والستات كمان اللي عايزين يجددوا في بيوتهم ويعرفوا ايه الجديد في الديكور. ضيفنا النهارده مين يا مي؟ دكتور محمد ثبات. نحب نعرف حضرتك الاول للمشاهدين يا دكتور. ايوه اهلا بيكم. انا دكتور محمد ثبات، خريج هندسه استاذ عماره، بس متخصص ماجستير ودكتوراه في اللاندسكيب والديكور والانتيريو ديزاين، تصميم وتنفيذ. اهلا وسهلا، اهلا بيك. منورنا يا دكتور، منور كانت الصحه وجمال ومنور حلاوه روح. اهلا بيك. طيب نبدا كده بدايه، ايه عايزين نعرف من حضرتك الاقبال الاكتر من الناس اللي بتيجي لحضرتك والعملاء بيكون على ايه الايام دي؟ يعني على، احنا عارفين ان في اكتر من ستايل على حد علمنا بقى طبعا مش متخصصين، في اللي هو الستيل او الكلاسيك وفي المودرن، وفي ممكن اعتقد ممكن نعمل ميكس ما بينهم. ايه اكتر حاجه دلوقتي الناس حابه تعملها في البيت؟ الميكس طبعا، هو فكره الميكس دي بقت هي الموضه دلوقتي، اللي احنا حتى بنسميه كونتمبري او معاصر. هو اكتر حاجه الناس مقبل عليها الفتره دي بشكل يعني كثيف، يعني الفتره دي جامد، وخصوصا بسبب ان احنا يعني الاجيال الجديده شويه بتعاني من الاجيال القديمه. زمان كنا عايشين في بيوت كلها حاجات تقيله وستيل وقيم والوان داكنه جدا والمذهب ومش عارف ايه، وده مش موجود في البيت، ما ينفعش يبقى البيت يبقى كده، وما ينفعش عروسه من غير مش عارف ايه والكلام ده كله. مع الاجيال الجديده ومع السرعه في الحياه دلوقتي والكلام ده كله، التنظيف بتاعها بقت الاجيال الجديده بقى عندها معاناه مع ان انا لازم احافظ على النظافه ولازم احافظ على مش عارف ايه، فبقت الحاجات التقيله دي بقتش فيها اقبال زي زمان. فهو يعني زي ما بيقول ايه، بيعالجوا مشاكل زمان وبيحاولوا يفكروا في افكار جديده، بيختاروا حاجات السامبل اكتر، السيمبل اكتر، بس جواكي برضو فكره ان انا ما بحبش البيت ما بحبش البيت اللي هو يعني في دماغ ناس كتير مننا ان المودرن ده حاجه سوري في اللفظ بور، بس هي مش بور، هي اتجاه، بس احنا عشان اتربينا في ثقافه معينه متخيلين الحاجه المودرن خالص الفلات خالص دي بور. لا، هي مش بور، هي ليها معجبينها او ليها مريدينها زي ما بيقولوا. فبالتالي بظهر بقى الافكار الميكس، النيو كلاسيك، الكونتمبري اللي هو بيسمى المعاصر، الحاجات دي كلها اللي بدات تعمل ميكس ما بين القديم وبين الجديد بافكار معاصره حديثه، يعني تبقى مجاريه الافكار الجديده والسرعه والحاجات اللي بتحصل دلوقتي في الايام دي، وفي نفس الوقت بتحافظ على بيت هيب البيت القديم وجماله. يعني ما بعدناش قوي عن الصوره التقليديه، بس حاولنا نجدد ونعون. يعني انا نقدر نقول زي عقده الخواجه، خدنا الحاجه من بره وبس حطينا عليها التاتش بتاعنا. التاتش المصري مهم قوي في الحاجات دي. لازم نحط التاتش بتاعنا. طب يا دكتور دلوقتي معظم سوق اسكان بتاع الشباب اتجاه الدوله ان احنا تبقى الاسكان المساحات تكون صغيره والارتفاعات تكون صغيره، ازاي وانا عروسه جديده
اقدر استغل كل ركن بحيث ان مبقاش الدنيا مبهرجه قوي والفرنتشر يبقى سكيل بتاعه تمام، بحيث ان انا افرشها وانا مبسوطه منها، بحيث المساحه الصغيره دي. هو ما بقاش اتجاه دوله بس، على فكره حتى في المستويات الدخل العاليه كمان بقت عشان الاراضي غاليه والبنى غالي، فبقى حتى مساحات البيوت ما بقتش زي زمان، ما بقاش في عندنا البيوت الواسعه او المساحات الهيوج بتاع زمان او الكبيره دي بتاع زمان، ما بقتش موجوده زي زمان يعني. فبالتالي التشالنج او يعني الحاجه الرئيسيه للمهندس ان هو يقدر يستفيد بكل مساحه بشكل يبقى جماليا وظيفيا. يعني دايما بنقول ان هي اشكاليه اي مهندس هي الحتتين دول، الحته الجماليه والحته الوظيفيه. فكره ان انا اعمل حاجه فيها بهرجه وحلوه جدا وخلاص بدون استغلال بيها، ما ده برده مش حاجه حلوه وهتاذي عيني وتاذي العين. وفي نفس الوقت نعمل حاجه وظيفيه بحته، هي دي بقى زيت العين، نعمل حاجه وظيفيه بحته بدون ربطها بالاشكال الجماليه وبالناحيه الجماليه، يبقى كده انا خلاص بقيت حاجه تقليديه جدا، فبقتش الموضوع مناسب او مش هيبقى مبهر للي هيستخدمه او مش هينبسط او مش هيبقى مستمتع بالمكان ده. فدايما حته الاستفاده بالمساحات وكده سهل لنا الكلام طبعا، ان احنا بقينا نشتغل الحاجات سمارت شويه، الماتيريال الجديده اللي ظهرت والميكانيزمات ومش عارف ايه والحاجات دي كلها ساعدت المهندس ان هو يقدر يوصل باستغلال الفراغات بشكل فعلا 100%، ان هو يقدر يدي الاحساس بالجمال وفي نفس الوقت يقدر يستخدم المكان كله. وخصوصا ان احنا عندنا عاده مصريه اسمها التخزين. البيت المصري بيعشق يعني التخزين، عشق هنحتاج لها في وقت يوم من الايام. فدايما احنا يقول لك لا انا عايز هنا وعايز هنا وخزن هنا، ده تلاقي البيت فيه مخزن كبير ويقول لك برضه ما عنديش تخزين. فدي دايما العاده المصريه عندنا عايزه الحته دي دايما يعني. طيب يعني مثلا ممكن نوجههم لالوان معينه يختاروها مثلا، يعني انا يسمع عن انه مثلا الالوان الفاتحه توس تدي وسع للمكان، بس انا خاف استخدمها في المكان كله احس المكان باهت شويه. تحية. المرايات بتدي وسع برضو، بس برضو هل المرايات عمليه في البيت في استخدام؟ كل حاجه عمليه ومش عمليه على حسب طريقه استخدامها وحسب توظيفها في المكان. دي حاجه اساسيه. انا كمهندس زي الدكتور زيكم كده كمذيع، كل واحد فينا عنده شويه تولز، انا عندي تولز بشتغل بيها. التولز دي اللي هي اللي قلت المرايات، الالوان، الفاتح، الغامق، مش عارف ايه، الرخام، السيراميك، الخشب، ازاي اطوع الماتيريال دي بشكل مناسب. هي دي وظيفه المهندس. عشان كده بدا يحصل على فكره اقبال، يعني فكره المهندس ديكور دي ما كانتش موجوده من كام سنه، من سنين طويله كان قليلين قوي اللي بيستخدموها، بس مع تعدد الماتيريال والمواد البنى واساليب البنى واساليب التشطيب والحاجات دي كلها الفتره دي بدات الناس تتجه، الناس تحتار فبدا عايز حد يوجهه، لان هو يحس ان هو مشوش وتركيب ده مع ده ممكن ما يبقاش مظبوط. بلس طبعا مع ضغوط الحياه وان بقت اوقات العمل طويله قوي، ما بقاش حد قادر يتابع بيته في تنفيذه في تصميمه في الكلام ده، فبقى بيحتاج الى المهندس، بيتوجه للمهندس. فهنا فكره المهندس بقى ان هو زي ما عنده كل الفرايتي دي ويقدر او التعدد في المواد البناء دي او معدل في مواد التشطيبات دي ويقدر يعملها عمليه توظيف بشكل مناسب للمكان ده. بس في حاجات الذوق فيها هو اللي بيحكم. يعني اذا كنت انا بتكلم المرايات توسع تضيق احطها في حته مثلا، يعني ما ينفعش ان انا مثلا لو في حته فيها اطفال ما ينفعش المرايه مثلا تكسرها، دي حته بتاعتي. لكن لما اتكلم على الالوان، الالوان برضو فيها حته ذوق ما تقدريش تحكميها انت كمهندس 100% او 100%. يعني بس بتوجه في حته، بس ان انت تحكمها بشكل دقيق جدا لا طبعا، لان هي في حته ذوق. يعني انا مش لابس كحلي واحد يقول لك لا البس اخضر غصب عنك، مش هتنفع. بس ممكن اتجه للفواتح، للغوامق، ازود الميكس في الالوان. يعني في اماكن تستحمل ان انا اعمل كذا لون فيها، في اماكن ما ينفعش اعمل كذا لون. والحته اللي حضرتك قلتيها برده مهمه جدا، في ناس كتير يقول لك لا انا عايز افتح افتح افتح. ماشي، انت ممكن تفتح بس في مساحات كبيره لو فتحت فيها بزياده من غير ما احط حاجه فيها كونتراست او حاجه زي كده هيبقى المكان بيل، او زي ما انت قلت كده باهت تماما، يعني مش هيبقى حلو. يعني مش فامتى افتح امتى غمق، دي نسب احنا بنشتغل عليها يعني. طيب انا هاخد الكلام من حضرتك بقى، كنا بنتكلم مي كانت بتسال على المساحه لو صغير، نعكس بقى سؤال ولو المساحه كبيره. انا عندي مساحه ريسبشن كبير ممكن مثلا افرش فيه 3 او 4 قطع براحتي او اكتر بقى لو فيلا كبيره. عندي بقى سؤالين في النقطه دي. اولا لازم الاربع قطع يبقوا نفس الستايل بقى ونفس الالوان متناسقه مع بعضها، ولا ممكن يبقى في عمليه فصل شويه؟ والسؤال الثاني بقى ان هل لازم تبقى الاوضه زي ما احنا متعودين الشكل التقليدي اللي هو اوضه الصالون او الانتريه، يعني كنبه واربع كراسي او كنبتين وكرسيين،
ولا ممكن ان انا استغل بقى احط هنا كورنر مثلا ركنه كده فيها 2 فوتيه وترابيزه، هنا ممكن احط كنبه وكرسيين بس. بالنسبه للسفره لازم يبقى نيش وبوفيه وكده، ولا ممكن النيش ده ما بقاش موضه ولا ايه؟ طب نسال بقى نسال بقى السؤال على جنب من الاول. لو هما اربع من الثاني السؤال الثاني لان الاولاني قصه ثانيه. بالنسبه للحته بتاعت التوزيع، لا طبعا فكره التوزيع الروتيني بتاع زمان ده انتهى تماما. اللي هو ان انا احط الصالون بالاربع كراسي والترابيزه ومش عارف ايه والكلام ده ما بقتش موجوده لكذا سبب. اول سبب الاجتماعيات مع رتم الحياه الجديد ما بقتش زي زمان. صح. يعني دايما حتى العرسان الجداد بيقول لك انا بعد ما الناس بتيجي تبارك لي خلاص بقى ما بقاش الصالون ده فراغ غير مستخدم، السفره فراغ غير مستخدم، فبدات الناس تتجه لحاجه اسمها الفورمال ليفنج روم. يعني ايه فورمال ليفنج روم؟ يعني انا عايز اعمل مكان ليفنج روم بس بشكل شيك، مش مجرد ليفنج روم اللي هو بقى الولاد اللي بهدلوها ويلعبوا فيها، لا هي سفره بس مش كلاسيك قوي، مع قاعده مريحه كومفورتابل والكلام ده كله، بحيث ان انا مكان الصالون ده استخدمه برضو بصوره ان هو الناس تعيش فيه، مش مجرد صالون. فاكر زمان نحط نغطي الصالون ومش عارف ايه، وماما لو طلعت بره تتضرب، لا انت خلاص بقى، لا يعني ما ينفعش تطلع بره، بقى مكان مهجور طول السنه الا في المناسبات. طبعا الكونسيبت ده مش موجود دلوقتي علشان الناس ما بقتش تزور بعض زي زمان، وبقتش اسمها اوضه المسافرين. اوضه المسافرين وكان زمان في حاجه اسمها اوضه المسافرين واوضه السفره. زمان كانت اوضه السفره باب، يعني ما بتتفتحش غير لو في عزومه، لا دلوقتي بقت الفراغات كلها مفتوحه على بعضها والدنيا مفتوحه على بعضها. ده صعب الدنيا، صعب الدنيا طبعا على المهندس، لان انت محتاج تنظم. فانت واخد فراغ مش متنظم وعايز تنظمه بشكل يبقى مناسب، بقى المكان ده بيتاكل فيه، بيتقعد فيه، يتفرج على التلفزيون، ممكن يستقبل فيه ضيوف، فبقى ميكس، مش مجرد ان هو مكان كلاسيكي فورمال قوي 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 قوي، عامله بشكل منسق ومنظم زي ما حضرتك بتقولي كده، اللي هو كنبه واربع كراسي وترابيزه عامله زي وكورنر وفازه مش عارف ايه والحاجات دي وابليكين، اللي هو السيستم اللي عشنا فيه عمرنا كله. ما بقاش ينفع اليومين دول، لان انت بتتعامل مع مجموعه انشطه عشوائيه مش قادر تحكمها. ليه؟ انت ممكن ولادي يقعدوا معاك يتفرجوا على التلفزيون، جايب صحابك يتفرجوا على ماتش، جايب اصحابها يقعدوا يتكلموا، ممكن ياكلوا تحت مره، ممكن مش عارف ايه، ممكن يتجمعوا هم كعيله مكان معيشه يعني بقى مكان معيشه ملوش ملوش انشطه محدده. فهذه العشوائيه انت المفروض تقابلها انت كمهندس بتنظمها بشكل سليم ومريح برضه للناس. ومريح طبعا، ده نمره واحد، هو اول حاجه انت بتدور عليها كمهندس هو الراحه. ازاي تربط ما بينهم؟ تربط ما بينهم ازاي؟ ما هو ده النص التاني، السؤال ده الحته بقى التكنيكال شويه. طيب نعملها بقى لو هم 4 قطع يكونوا شكلهم ما هو دي الحته التكنيكال. انت دايما فكره ان انت الحاجات كلها شبه بعض دي برضه دي ما بقتش يعني لا هتبقى صعبه جدا. فدايما بتحط خط يعني بيربط الحاجات دي ببعضها. ايه خط يربط الحاجات دي ببعضها؟ يعني مثلا تخلي الوان الاقمشه كلها قريبه من بعضها، ده حاجة رابطة كله مع بعضه، حتى لو ده شكل وده شكل وده شكل، بس ألوان الأقمشة مثلا لايقة مع بعض. الأرضيات مثلا بتربط الأرضيات مع بعضها بشكل إن أنت جامعهم كلهم حاجة واحدة. يعني فكرة الإكستريم أو البعيد دي بين الشكل والشكل دي مرفوضة، لأن يعني هتبقى عارف أنت بتشوف حاجة وحاجة هتبقى بعيدة جدا، لكن أنت بتربطها بحاجة، بتربطها بلون، بتربطها بالسقف النجف مثلا او السبوتات او الارضيه، بتربطها بقماش، بتربطها بلون الخشب، بتربطها بالاكسسوار، لازم يكون في حاجه رابطه الثلاث فراغات او الاربع فراغات دول اللي هم مختلفين عن بعض، مشتركة لازم تكون رابطهم بشكل في حاجه، لكن ان هم يبقوا اكستريم خالص دي لا صعبه قوي. مش لطيف. طيب احنا دلوقتي عايزين نسالك على اهم فراغ في البيت اللي هو الست المصريه بتقعد فيه، المطبخ بتقعد فيه معظم وقتها، بنقعد احنا العيله كلها بتقعد فيه معظم وقتها، المطبخ. ايه المفضل، امريكان ولا العادي المقفول؟ ايه العملي، ده ولا ده؟ ايه مميزات دوت وعيبه، مميزات دوت وعيبه؟ لو هنتكلم في رأي شخصي، انا ما بفضلش لو انا عندي كونسبت الصالون او فكره الصالون بمعنى الصالون والانتري والسفره بتاع زمان، لا ما بفضلش عليها امريكان، لان هو مكان منظم جدا، مكان لاستقبال الضيوف، مكان كلاسيكي واضح. فكره ان انا افتح عليه المطبخ ده بالبلدي كده بيسموها ايه، بتقلل هيبه المكان. يعني لو انا عندي ريسبشن كبير واسع بفكره الريسبشن مش مفتحش عليه المطبخ. الكونسبت ده انا ما بحبوش خالص. تمام. الامريكان هو لطيف في الاماكن المودرن، يتفتح على معيشه وغرفه معيشه، ولكن في مشكله في الموضوع ده، ان انت الامريكان بيخسرك قطع، واحنا لسه كنا بنتكلم من شويه على ان الست المصريه بتحب التخزين بشكل هستيري،
فبالتالي فكره الامريكان في المطابخ الصغيره مش 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 عقلانيه، لان انا بخسر فراغات تخزين. يونت المفروض ان انا اخزن فيها، انا هعرف اخزن فيها واستخدمها بصوره او باخرى، فبالتالي انا بخسرها، فبالتالي انا كده يعني دي قصاد دي لا تبقى صعب. لكن كفكره مبدئيه على الحاجات الكلاسيكي قوي او الحاجات الفورمال قوي لا، ما افتحش امريكا. على الحاجات المودرن او المعيشه ايه العملي؟ العملي ده على حسب المساحه بقى. زي ما قلت لك، لو هو المكان الكبير او المطبخ كبير وفتحته امريكا ومش هيخسرني مساحه ويليق على الستايل، ويليق على الستايل خلاص اوكي. لكن لو مكان كلاسيكي او المطبخ صغير لا، انا افضل المطبخ مقفول بذاته. طب يا دكتور، لو احنا بقى عايزين نريح دماغنا وندي العيش لخبازه بقى، وانا كعميله جيت لحضرتك وقلت خلاص انا مش عارفه اختار، انا هحمل حضرتك المسؤوليه بقى واعملي كل حاجه، قولي الخطوات اللي بتعملها معايا بالظبط من اول ما اجي، نختار ازاي ونحدد كل حاجه ازاي مع بعض، ولو في كمان صور ممكن نوريها للمشاهدين برضو تقول لنا ازاي تعمل دي. هو طبعا انت بتبقى داخل على حد ما تعرفوش، والاذواق طبعا ملهاش اول من اخر، وانت مفروض ترضي جميع الاذواق، فهي بتبقى حاجه صعبه جدا على اي مهندس. انت بتتعامل مع مجموعه مختلفه جدا من البشر، كل واحد بنفسيته بشغله بحياته ببيئته بتربيته بثقافته، فبالتالي الموضوع بيبقى متعب جدا لاي مهندس ان هو يقدر يوصل لل الكلاينت بتاعه او يكونوا على وفاق 100%. وفاق 100%. ولو عديت دي هتخش بقى في صدمات تانية، الراجل ومراته وما يخشوا العيال، لا انا عايز ده، لا انا عايز ده، فتبدا بقى ايه، عايز تعمل حاجه ليهم كلهم، فالموضوع نفسه يعني معقد جدا يعني. بس انت في نفس الوقت بتحاول ان انت تبقى يعني بتوصل ليهم باقصر الطرق، بحيث انت تستخدم لهم تولز هو يفهمها. بمعنى هو سلاح ذو حدين. النت دلوقتي للاسف يعني هو حاجه كويسه وحاجه وحشه، بقت فيه كميه صور غير طبيعيه. بقت الست قاعده طول النهار قاعده على البرامج وتتوهم بالحاجات دي، سايف وابعت وابعت. المفروض ان انا السحر الحق احلامها، وده طبعا مش هو ده كده، لان في حاجات تنفع في حاجات ما تنفعش. في حاجات للاسف بيقعدوا يجيبوها من صور بره، المواد وماتيريال مش موجوده عندنا في مصر، فبالتالي هجيبها لك اجيبها منين؟ ما هو مش موجوده عندي. انا يعني في حاجات موجوده بره بتتعمل بره في دول، في حاجات بتحكم حضرتك عشان في الاختيارات دي، الموضوع مش اوبن قوي. فبالتالي الانترنت في الحته دي بقى سلاح ذو حدين. تمام. هو بقى يدينا كمهندسين افكار والكلام ده كله، بس خليها الناس تبقى عندها، عارف لما عندك الطموح في حاجه او وعندك اكسبكتيشن عاليه جدا. وفي نفس الوقت لما يجي لك المهندس بقى يحبطك ويقول لك لا ده احنا عندنا ده ما ينفعش، ده ما ينفعش، فبتبقى صراع كده. يعني حضرتك الاول بتدي لهم مساحه يختاروا وبعد كده بعمل ايه بقى؟ بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها، يعني انا دي تول بحب اشتغل بيها جدا، ان اعمل له مود بورد. مود بورد يعني ادي له مجموعه صور لافكار مختلفه بعيده عن بعض، واقعد نتكلم فيها على كل اوضه، كل اوضه يعني مثلا اجيب له مثلا اوضه الماستر روم وافرجه على مجموعه عندكم صور للكلام ده انا بعتها. ففي مثلا احنا فعلا عرضناه. ففي الـ اسمه ايه دوت، مثلا الماستر روم في كذا صوره لاوض نوم مختلفه، الكلاسيك قوي والنيو كلاسيك والمودرن ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله. فالحاجات دي كلها بتبقى يعني اقدر اقرا منها هو عايز ايه او هي عايزه ايه او الكلام ده كله، وتبدا بقى تتفقوا على البوينتس ونبدا مرحله التنفيذ. الفراغات بقى المشتركه هي المشكله، فراغ اوضه النوم هي اتخانقوا مع بعض ده ولا ده، في فراغات طبعا منتهيه، المطبخ ده ليها مش عارف ايه، بس لكن بيبقى الكلمه العليا للمتخصص بقى خلاص. يعني هيك بتسمع ارائهم وتشوف ايه الانسب للمكان والمساحه والالوان وكل حاجه. بالظبط كده. فده بيتهيألي هيبقى افضل اختيار. نورتنا يا دكتور. الحلقه للاسف الوقت الحلو بيجري والكلام مش بيخلص على الديكور، توعدنا بقى ان لازم يبقى في حلقه ثانيه ان شاء الله تشرفنا ونتكلم فيها بقى عن تفاصيل اكتر. شكرا جزيلا. نورتنا يا دكتور، بجد استفدنا من حلقتك. يا رب اكون افدت الناس في حاجه ان شاء الله. لا جدا الحلقه كانت مفيده اعتقد لناس كتير قوي. استنونا بقى ان شاء الله الحلقه الجايه، ومن هنا للحلقه الجايه عايزاكي تكوني اجمل واحلى. باي باي.